بغيتو تعرفوا شنو قدركم اليوم ايوا اجيو معايا. غنبداو من عندك يا برج الجوزاء. مهنيا لن تعاكسك الظروف ولن تتعرض للاهانه، بل ستسمع اخبار طيبه غتفرح القلب ديالك. عاطفيا مشاعر الحبيب غتغير فجاه اتجاه ديالك. صحيا انتبه اكثر لتوقيت التمارين الرياضيه ومارسها بانتظام. والان مشي عندك يا برج الثور. مهنيا فاتح على احتمالات جديده وواعده، قد تهتم بالتاريخ والقصص القديمه. عاطفيا عليك ان تساند الحبيب خلال هذا اليوم، فهو في امس الحاجه اليك. صحيا التالق ديالك كيعود الى الرياضه، فهي كتهم الصحه ديالك. الان مشي عندك يا برج الحمل. مهنيا غتادي دور ايجابي وغتلقى معلومات جيده، فحاول انك تصغي الى حاجات الاخرين. عاطفيا ظروفك الشخصيه والعائليه غتبعدك عن الحبيب هذا اليوم، لكنها لن تنسيك واجباتك تجاهه. صحيا من الضروري مراجعه طبيبك في حال شعرت ان دقات القلب ديالك غير منتظمه. الان مشي عندك يا برج العذراء. مهنيا سلسله من المواقف الحاسمه غضطر لاتخاذها قريبا. عاطفيا غتعمل على تبديد سوء تفاهم، لكنك سوف تكون تحت الضغوطات. صحيا اترك امر تقرير ما هو مناسب من الغداء لك لأصحاب الشأن. الآن مشي عندك يا برج الأسد. مهنيا غيحالفك الحظ وغيولد بعض الحركة في الأمور المالية، وغتغلب على بعض التحديات وغتحدد الأولويات. عاطفيا سارع إلى تقرب من الحبيب بحنان ولطف، واستغل موهبتك والكلام ديالك العذب لتشجيعه عن البوح والإفصاح عن مشكلاته والهموم ديالو. صحيا حاول بين الحين والآخر أنك تخصص أكبر وقت ممكن لممارسة هواياتك المفضلة، ولا سيما المشي في أحضان الطبيعة. الان نمشيو لعندك يا برج السرطان. مهنيا طاقه ايجابيه غتواصل الانفتاح والتفاهم مع الاخرين، وغتخلص من نزاع مع احد النافذين في العمل او في السياسه. عاطفيا غتندمج في اجواء العلاقه الجديده. ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قرارك مع الحبيب؟ صحيا ما تجادلش امور صحيه لا تعرف عنها شيء، وسع افاق معرفتك قبل المناقشه. الان نمشيو عندك يا برج القوس. مهنيا غتغضب على بعض التصرفات او المواقف، وغتكلم على نحو جارح فغتسبب خلاف او خصام. عاطفيا غتفرحك الاجواء وغتنقلك الى موقع اخر، فغتعيش مغازله جميله مع الشريك غتذكرك بالايام. صحيا خفف قدر الامكان من الانشطه الغير المفيده. الان نمشيو عندك يا برج العقرب. مهنيا استعد للنجاح الذي ستحققه بعد الجهد الكبير والتفاني في اداء مهامك. عاطفيا لا تخفي الاسرار عن الحبيب، من شان ذلك ان يفقده الثقه بك ويبعده عنك. صحيا تجد نفسك ضحيه بعض الابتزاز، ما يدفعك الى الغضب والثورة او يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس. الان نمشيو عندك يا برج الميزان. مهنيا المعاكسة اليوم غتولد تشنجات وسوء تفاهم حادر في الجو دقيق جدا. عاطفيا غتمتنع عن التعبير عن رغباتك، وغتشعر فقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية مع الشريك. صحيا ما تندمش لاحقا اذا تأخرت عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة لك، ولا سيما للتخلص من المدانة المفرطة. والان نمشيو عندك يا برج الحوت. مهنيا غتشكو التأخير والانزعاج، وغتبدو غير مسيطر على الاوضاع. حاول انك تتجنب الالتباس والنزاع. عاطفيا لابد من انك تحتاج الى تعاطف الحبيب والى وقوفه بالقرب ديالك في اصعب الظروف اللي كتمر بها. صحيا تكثر السهرات في الصيف وتناول المشروبات الروحية، عليك الانتباه جيدا الى معدتك. والان نمشيو عندك يا برج الجدي. مهنيا غتعيش ارتباك وتأجيل لبعض الاعمال، لكن لا تخاف على مستقبل مشاريعك، فهي غتمشي بالاتجاه الصحيح. عاطفيا الوضع يتطلب منك تفاهما للحبيب ولمواقفه، حرصا على استقرار العلاقة وحماية من اي توتر. صحيا اضطرابات غتزعجك وغتسبب لك الام خفيفه، فرج الطبيب لمعرفه السبب ولوصف العلاج المناسب. ونختموا معاك يا برج الدلو. مهنيا غتقوم بخطوه فعاله وغتلفت الانظار والاعجاب، غترتاح الى الظروف الايجابيه والمطمئنه. عاطفيا غتقدم حججا وغتبدو مقنعا في الحوار مع الشريك، فيرتاح الى الكلام ديالك. صحيا قد تشعر في بعض الاحيان بالتعب او بالانخفاض المعنوي، وذلك بسبب الارهاق الكبير.